تحسدوني يوم من الايام. شفتوا؟ انا قلت لكم انا حافظاها صم، يعني ممكن اروح اغنيها على المسرح دلوقتي. لبستك لبس مقاسك تمام بجد، حاسه انا متعلقه بيها قوي الاغنيه دي. خاي خاي اجمل شيء. يا الله. انا بسمعها كل يوم. بقى كتير جدا مستنيه اللحظه دي. حابه اشكر بابا وماما واستاذ حمدي، حابه اشكر اخيرا لايك رح فيها تقول على طبقتين ثلاثه بس بدي منك انت كسمعك وين بتشوف اجمل محل تقولها فيه. يوم من الايام. لا 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 مش حلو كده خالص، كان جربت اوقع. يوم من الايام لمعت ويا حب عمري هتشوفوني. يوم من الايام هي دي حلوه قوي. غنيت حلو قوي بس انا عايزك ما تغنيش بطريقتك، يعني لا خالص قد ما تغني خالص. ابوس ايديك، مش عايزين عرب النهارده. نو عرب خلاص ممنوع. بعتقد حمدي اذا عملناها لا مينور اي ماينر، يعني اعلى نوت عم تكون فيها سي بتنشقل بس بدها تصير، يعني ما انا اخذت بالي مش يعني. مش عبره تصير صريخ، فهمت شو قصدي؟ يعني ادينا شفنا وعرفنا ان هي رايحه فين يا هشام، ولا انت ايه رايك؟ لا بدات تبقى، انا بالنسبه لي صارت شبه واضحه. اخيرا هشتغل على اغنيتي، متاكده ان هي هتعجب الناس، ولو لو مشيت من البرنامج هبقى عملت اغنيتي خلاص، لو ما مشيتش هيبقى عشان تصوتوني. ما تنسوش تصوتوني. تسجيل الأغاني في المقر كان حلو، الحين صار واقع لأغلب المشتركين، والدور وصل لنور اللي ما كملت شهر بالبرنامج. ووصلت أغنيتك. حلو. أنا أختار لك أي مختار لك شيء. يا الله تليفوني مش سايلنت. سوري أستاذ حسن. أنا مختار لك شيء بالنص اللي هو الخليجي الأبيض مع إيقاع مقسوم، فأنت من حظك في هالخلطة لأن أنت تحب تغنين الشرقي وتغنين الخليجي، فحاولت أني أجمعهم اثنين في بعض فتذكرت أنها الأغنية خرجت خلطة. صراحة محمسة برشا أني نسمع أغنيتي الخاصة، وهذه أول أغنية يعني بتكون ليا، فيلا أستاذ حسن نحب نسمعها بسرعة. سمعت شي يا أحي. لحن شرقي فيه. شرق اللحن. زي الفل انا ويا حبيبي، لما في حبنا غير. واو الاغنيه نحسها انه فيها شيء، يعني نحس فيها جو. حبيتها.